صباح الخير. صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. ان شاء الله حبيبي انتوا تكونوا تمام. اليوم انا ومحمد رايحين نرجع ندرس، بدنا ندرس يا جماعه، حناخذكم معنا مشوار كتير حلو. هلا جايز نحن رايحين لاسطنبول الاسيويه، تحديدا لمكتب للتسجيل بالجامعات التركيه، فحابين ناخذكم معنا بكل البروسس. هل نحن حنرجع ندرس؟ هل نحن ما حنرجع ندرس؟ حتشوفوا كل هاي الشغلات معنا بالفلوج. طلعنا معلمة فكرة، الأجواء بتركيا حصرا باسطنبول بلشت تتغير من ربيع لصيف حارق. مشوبة يا أخي، هلأ أنا لسه ما خطوط 100 متر وكثير مشوبة. مشان توصلوا للمكتب اللي رايحين له اللي هو مكتب شركة أنصر، شايفين يا جماعة بينيكابي بتركبوا مترو مرمراي لبروستانجي، هاي المحطة. وصلنا هلأ يا جماعة. هاي حبيبي. هيال. الجو حلو بالأسوية صح؟ والله بالمترو حلو كتير. المترو كان في كليم يا جماعة، فكنا مرتاحين. هلأ طلعنا للحرارة، بس it's anyway it's okay. وصلنا لبستانجي وحنطلع من المترو وبس دقيقة وحنكون بمكتب عنصر، يعني كثير سهل التنقل، والناس اللي ساكنين هون وحابين انهم يجوا يتسجلوا عن طريقهم اكسترا كثير سهل تنقلكم للوصول لعندهم. شايفين جايز هلا هون المكتب، هون المترو، شايفين هون المكتب كثير قريب. هلا وصلنا، هينا وصلنا يا جماعة لعند عنصر Education Agency. اهلا وسهلا فيكم حبايبي. سو هلا اجينا لوكالة عنصر، وهلا قاعدين على الطاولة لحتى نجاوب على كل اسئلتكم، لانه كثير منكم عم يسالني حول الدراسة في تركيا، خصوصا انه هلا موسم التسجيل الجامعي. طبعا معنا سيدة نور لحتى تجاوبنا على اسئلتنا، طبعا هي من وكالة عنصر. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك، نورتينا. بما انه حكينا عن وكالة عنصر، ممكن تعرفينا عن الوكالة لحتى نعرف اكثر؟ اكيد. وكالة عنصر هي عبارة عن فريق بيساعدكم على كل ما يخص الدراسة بتركيا، بيساعد الطالب من اختيار الجامعة واختيار التخصص المناسب، الإقامة، مواضيع اللغة، كل شيء. وإحنا عنا اتفاقيات مع 25 جامعة، وممكن نأمن تخفيضات تصل إلى 50%. صحيح يا جماعة، بدكم تركزوا على هالنقطة، لأن الوكالة فيها توفر لكم تخفيضات اللي ممكن تقرب ل 50%. اكثر الاسئله يلي بتجيني هي عن مميزات الدراسه في تركيا، يعني مثلا بيقولوا لي انه جايين ندرس في تركيا، شو الشيء اللي بيميز الدراسه هون؟ اول شيء اللغه، اغلب البرامج متوفره باللغه الانجليزيه، فما في داعي لتعليم مسبق للغه التركيه. تعليم عالي الجودة والأسعار كتير معقولة بالمقارنة في الدول الأخرى، والأكاديمية متمرسين وفي اعتمادات دولية، والمرافق عالية من معامل وأماكن كتير ممكن تفيد الطالب خلال فترة دراسته، وكمان في خيارات كتير تخصصات مختلفة، وفي فرص تدريب في شركات في تركيا، فهاي الشغلات كتير بتهم الطالب. جميل والله. صح. من بين الأسئلة كمان إنه مدام إنه هم حييجوا يعيشوا في تركيا، فشو المعيشة في تركيا؟ هل هي سهلة وصعبة؟ طبعاً هذا السؤال أنا دائماً عندي يعني في كل الفيديوهات. المعيشة في تركيا هل سهلة أو صعبة؟ المعيشة في تركيا جميلة، نقدر نقولها جميلة، مثل أي معيشة فيها صعوبات بس سهلة كتير، وممكن الإنسان يتأقلم عليها بسهولة. في كتير مواصلات، المواصلات متوفرة، السكنات متوفرة. مثل ما قلنا قبل انه المعيشه تعتبر رخيصه بالنسبه لباقي الدول. صحيح. وكمان الطالب بهمه انه يكون في اماكن كثير جميله ومتاحف ممكن تثري رحلته. صح. فهي الاشياء كلها متوفره في تركيا. صحيح يا جماعه، شهاده حق وقال انه عن جد المعيشه سهله، ما انا صعبه زي ما بيحكوا لكم، وكثير في اماكن حلوه لحتى تستكشفوا وبتحسوا براحه يعني جوا البلد. اكيد. طبعا هلا وصلنا للنقطة المهمة، شلون نتسجل في جامعات تركيا؟ شو الخطوات يلي وكالة عنصر فيها تسهلنا اياها؟ هل بتهتم بالإقامة بالأمور كلياتها؟ أكيد. أول شيء اختيار التخصص والجامعة، بتختار التخصص المناسب، بنساعدك على هيك، وممكن نختار الجامعة اللي بتناسبك. بعدين
اعداد الوثائق وتسجيل، هذا كله احنا بنساعدك عليه، بتعطينا الوثائق اللي من عندك واحنا بنرتب لك الوثائق اللازمه. بعدين بيطلع من الجامعه خطاب القبول والتسجيل النهائي، بيكون في كل تفاصيل التسجيل خلال الكم سنه اللي حتقضيها، مكتوب مرفقه بالرسوم الدراسيه الاوليه والرسوم خلال خطه الدفع يعني. بعدين الفيزا اللي هي بتقدم عليها عن طريق خطاب القبول من اقرب قنصليه تركيه في البلد اللي انت عايش فيها. طبعا احنا بنساعدك بالاقامه والتامينات وايجاد سكن وهي الاشياء. الطالب ما بيشيل هم يعني، لا كل شيء من الالف الى الياء احنا ممكن نساعدك بالخدمات. يعني يا جماعه انتم بس هلا جهزوا الشنات وتعالوا. اهلا وسهلا. عن جد لانه حيساعدكم بكل شيء، يعني ما حتنهموا ولا حتفكروا شو نظبط السكن شو نظبط الاقامه، هم حيساعدوكم في كل شيء. طبعا كيف يوم يتواصلوا مع حضرتكم لحتى يتسجلوا عن طريقكم؟ في عن طريق الانستغرام، ممكن عن طريق الواتساب، وتعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. صحيح نعم، موجوده قناتنا على اليوتيوب تحت، بتعملوا لها سبسكرايب لحتى تتابعوا كل التفاصيل وتعرفوا شلون تتواصلوا معهم اكثر، وحخلي لكم كل المعلومات اللي تتواصلوا معهم بالواتساب او عبر الانستغرام لحتى تسجلوا عن طريقهم. وبتمنى لكم رحله موفقه في دراستكم الجامعيه بتركيا. شكرا.